نعم هولير، لا تزال إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر بحق المواطنين الفلسطينيين الآمنين سواء في بيوتهم أو في خيامهم. مساء أمس وفجر الليلة ارتكبت قوات الجيش الإسرائيلي مجزرتين بحق عائلتين، الأولى في مخيم جباليا شمال القطاع حيث استهدفت منزلا يعود لآل النجار. الحصيلة الأولية تم انتشال 10 شهداء معظمهم أطفال ونساء وهي عائلة كاملة، وتواصل طواقم الدفاع المدني والإسعاف البحث عن جثامين ما زالوا تحت ركام هذا المنزل المستهدف، خاصة أنه كان يأوي أيضا نازحين. المجزرة الأخرى ارتكبتها فجر اليوم في منطقة خزاعة شرق مدينة خانون الجنوب القطاع، واستهدفت أيضا منزل مأهول بالسكان والنازحين. تم انتشال 15 فلسطينيا بينهم نساء ونساء وأطفال، وجاري أيضا البحث عن جثامين ما زالوا تحت الركام. هذا يأتي بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي على مخيم النصيرات وسط القطاع، بالإضافة إلى استمرار العملية العسكرية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، والذي وسع الجيش الإسرائيلي توغله في هذا الحي والذي أصبح عبارة عن منطقة أشباح ومنطقة ركام نتيجة التدمير الكامل لهذا الحي، والذي قام الجيش الإسرائيلي بنسف المباني في هذا الحي وتجريف الأراضي الزراعية، خاصة أن هذا الحي هو ملاصق لمحور نتسريم الذي يفصل محافظات وسط وجنوب القطاع عن شمال القطاع، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي يريد ضم هذا الحي إلى هذا المحور الذي يسيطر عليه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أيضا يواصل الجيش الإسرائيلي عملية نسف المباني في مدينة رفح جنوب القطاع، ويواصل عمليته العسكرية في هذه المدينة والتي دخلت شهرها العاشر. المصادر الطبية أكدت أنهم خلال ساعات الليل وحتى هذه اللحظة عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات هم 40 شهيدا نتيجة هذه الاستهدافات، من بينهم المجزرتين في خزاعة شرق خان يونس وفي جباليا شمال قطاع غزة. هذا يأتي أيضا بالتزامن مع استمرار إطلاق الزوارق الحربية المتمركزة في عرض بحر مدينة رفح جنوب القطاع، خيامها على نيران رشاشاتها على خيام النازحين في مواصي رفح، والتي تأتي بعد المجزرة التي ارتكبت فجر يوم أمس في مواصي خان يونس. وحتى هذه اللحظة تواصل طواقم الدفاع المدني والإسعاف البحث عن انتشال جثامين دفنوا في رمال هذه المنطقة التي تم استهدافها في منطقة مواصي خان يونس، حيث كان الاستهداف بعدة صواريخ لهذه المنطقة وعائلات بأكملها وخيام بأكملها دفنت في الرمال، وكان منظر مروع لحجم هذه المجزرة التي ارتكبت في خيام النازحين الذين يلاحقهم الجيش الإسرائيلي أينما حلوا وأينما رحلوا، سواء في المدن في مواصي في مراكز الإيواء يتم استهداف النازحين الآمنين. نعم عامر، أشكرك جزيل الشكر. مراسل اليوم عامر الفرة كنت معنا مباشرة من دير البلح.